انا ياسر. كابتن ياسر اتفضل يا كابتن. يا كابتن ميدو، ازيك يا كابتن اتفضل ميدو؟ اتفضل يا كابتن، اهلا بيك. هو كان الصوت بس بيروح وبيجي، اتفضل. معلش، هو يمكن الشبكه مش مظبوطه شويه، لكن انا بقول لحضرتك طبعا الحمد لله احنا بنعمل اداء الحمد لله كويس. هدفنا يكون عندنا لعيبه كويسه الفريق الاول ان شاء الله في مستقبل النادي الاهلي. بنشتغل على الموضوع ده من اول السنه، وان شاء الله يكون يعني التعب بتاعنا كده يقلل، باللي احنا نعمل لعيبه كويسه للنادي الاهلي في المستقبل، وذخيره كويسه جدا للنادي الاهلي. اكيد اكيد يا كابتن، ان شاء الله تعمل، وانت بتعمل فعلا الكلام ده على ارض الواقع. لكن تعالى خلينا نروح، انت عارف 6-1 بتبقى نتيجه الجميع الاهلاويه بيفرحوا بيها، حتى لو كان ولاد صغارين، مهما كان بقى السن 2002 2004 ايا كان، لما تعمل 6-1 اكيد بيفكرون بنتيجه الاهلي والزمالك اللي انتهت 6-1 وكانت نتيجه كبيره وبتسعد كل الجميع الاهلاويه. قول لي ردود فعل اللعيبه لما المباراه تخلص 6-1، زي 6-0، زي 5-1، زي 5-2. والله انت عارف نتيجه 6-1 دي ذكرى عزيزه جدا علينا كاهلاويه، وبتفكرنا بذكريات جميله جدا، ونتمنى انها ترجع وتعود دايما من حقها دايما في جميع المسابقات وفي جميع الماتشات والفريق الاول. اللعيبه طبعا مبسوطه جدا مع الظروف الصعبه جدا اللي احنا بنلعب فيها، النهارده ملعب صعب جدا، وكان الجو برضه فيه حر شويه، وملعب تقريبا شبه بنلعب في ملعب ترابي يمكن تقريبا او حاجه زي كده، لكن طبعا الحمد لله اللعيبه كانوا رجاله وعلى قد وأدوا أداء كويس جدا، وغير الستة ضيعنا يمكن 6 جوان زيهم. ده بس حلو يا كابتن، ده حلو حلو. ما بقول لك يعني، فالحمد لله والله عملوا أداء كويس جدا، وهم برضو خلي بالك 6-1 دي دايما بتبقى ذكرياتها معانا سعيدة جدا، واللعيبة حتى بتتبسط أول لما بتكسب 6 يعني. أكيد بتبقى في حالة من السعادة والفرحة غير طبيعية يعني. أكيد أكيد، كل التوفيق ليك كابتن في اللي جاي، وإن شاء الله تعمل فرقة كويسة وتعمل عناصر تكون دعم للفريق الأول. شكرا جدا ليك كابتن، ودايما موفق ودايما مفرحينا كده قطاع الناشئين في النادي الأهلي. شكرا جدا للكابتن ياسر محمدين، المدير الفني لفريق 2002 اللي فازوا النهاردة على حديد الصلب 6-1.